وافيكم بهذا الخبر العاجل عن سبب إغلاق منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية. كشف مصدر مطلع اليوم السبت عن سبب إغلاق منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية، وأكد المصدر بأن سبب إغلاق المنفذ يرجع إلى كثرة شكاوى المسافرين اليمنيين من الازدحام وتأخير مرورهم من قبل سلطات المنفذ. وأشار المصدر إلى أن التكدس الكبير لمئات المغادرين اليمنيين إلى السعودية عبر منفذ الوديعة البري هو ما دفع السلطات اليمنية في وزارة النقل إلى إغلاق منفذ الوديعة البري بشكل مؤقت. وكانت هيئة النقل البري وجهت في تعميم بإيقاف الرحلات إلى منفذ الوديعة ونقطة العبر بدءا من غد الأحد إلى يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل الجاري. وجاء ذلك الإجراء بعد تكدس المسافرين والمعتمرين في ميناء الوديعة ونقطة العبر، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم بحسب التعميم. دمتم في أمان الله.